أدب. إن شاء الله. أول حاجة هنتكلم فيها النهاردة بقى مصطلحات الجيل الجديد. مصطلحات الجيل الجديد اللي هو جينيريشن زي. زي. اللي هم من مواليد 97 ل 2012. تحس إن لهم كلامهم ولغة لوحدهم. بالظبط. ما تفهمهاش أنت. صح. من 97 ل 2012. من مواليد يعني 97 لحد 2012؟ آه. يعني من 12 سنة ل 27 سنة. آه بقى. جيل بقى ما أقولكمش. هنعرف مصطلحاتهم وكل أم قاعدة بتتفرج علينا يا جماعة تركز في الحلقة دي أوي. عشان تقدري تفهمي ولادك إزاي؟ أنا عن نفسي ما بفهمهمش الجيل الجديد طالما ما بفهمهمش عن نفسي ولا أنا والله بجد والله ولا أنا بص بعد زي جيل ألفا ألفا دول من أول 2012 من أول 2012 قبل الجينيريشن زي كان الميلينيالز الميلينيال وقبل الميلينيالز كان جينيريشن إكس الفرق بينهم بقى يا بوسي أجيال أجيال أعمار في تطور مستمر مستمر طبعا أول كلمة هتقولك عليها البنت أو الولد اللي في جينيريشن زي هي كلمة فام 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 دي عند الجيل الجديد اختصار للعيلة والصحاب الفاميلي يعني يعني بدل ما يقولك دول عيلتي وصحابي يقولك دول ماي فام ماي فام ماي فام ودي في اللغة الإنجليزية كده فاميلي ايوه لا هم لا بتنطقها كده ما عندهمش وقت فبيقولوا فاهم بيختصروها اختصار بالظبط في بقى كلمه تانية اسمها ستان الجيل الجديد بيستخدمها برضو لما استنى دي ولا ايه ستان ستان ولازم يمطوا كده فاهم ستان صح بيستخدمها لما يحب يعبر عن شخص معجب او مهووس بحد بطريقه مش مضره دي بقى كلمه ستان دي مزيج بين كلمتين اللي هي ستوكر أو مطارد وفان اللي هي معجب فان فيقول لك ستان ستان لا مش كده بقى تعلم ستان ستان بنتك ما بتقولش كده ستان أيوة أنا شفت أنا منتبه معاك أيوة. إزاي ستان استنى أنت شوية استنى أنت قول لها استنى مين طب قولي لي بقى يا بوسبوس في كلمة غريبة بتقولها بسمعها تشوجي ايه دي اسمها ايه دي معناها ايه بص انا قعدت ادور على تشوجي دي يعني انا مش قادره افهمها لحد دلوقتي قوي بس هي غالبا كده والله اعلم الجيل الجديد بيستخدمها لما يحب يوصف حاجه راحت عليها خلاص وما بقتش ترند راحت عليها يعني زي قديمة. مثلا ما تقول له البس كذا او اعمل كذا او ما اعرفش ايه يقول لك لسه في حد بيلبس كده يا ماما ولا في حد لسه بيعمل كده ده تشوجي تشوجي يعني راحت عليها ده يعني انت ايه عارف زمان كده لما بنكون بنقول احنا الاهالينا جيلنا يا بابا انت او ماما انت ده قديمه تشوجي هي دي تشوجي طب يا بوسي قولي لي والنبي انا سمعت اتنين شباب واقفين بيقولوا لبعض ايه؟ بيقولوا على واحد تاني صاحبهم ده رز رز؟ اقول لك دي يعني ايه؟ يعني ايه رز؟ يعني كاريزما كاريزما يعني عنده حضور كده بس عشان ايقاع العصر اختصارها الجيل الجديد دايما مستعجل وما عندوش وقت فتلاقيهم بيقولوا الاختصار على طول فبدل ما يقولوا الكلمه كلها على بعض يقول لك رز يعني كاريزما خدوا النص بتاعها خدوا النص رز طب وبعدين ما عندوش وقت طب واحنا لازم نجيب قاموس ليها قاموس الكلام ده مش عارف هنعمله مع طب هنتماشى ازاي والله نفهمهم يا شيف ما دينا بنقول اهو للامهات الكلام ده عشان نفهمهم عشان نقدر نتماشى كلمه كمان اللي طالعه جديده ما كانتش زمان موجوده سناك 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 عارفها دي اكيد لا ده انا عارفها دي تبعك بقى الوجبات الخفيفه ملعبي ده السناك دي عندي ده الجيل الجديد بيقولها اما بيكون قصده بيها الشخص لا مش سناك الشخص الجذاب معقوله لا سناك الشخص الجذاب لا ولا السناك دي الوجبه لا الحاجات الخفيفه الوجبه الخفيفه لكن اوبن في ساندوتش بس اقول لك حاجه هم بقى مش بيقولوها زينا كسناك لا بيقولوا ايه بقى لا بيقولوها على الشخص الجذاب والله يعني لو خدوا معناها ده شخص جذاب بالبلدي كده يتاكل اكل يتاكل اكل ده سناك ده اكله حلوه اكله حلوه خفيفه خفيفه تتهضم بسرعه خفيف لذيذ كده على الاقل يعني بيقولوها يعني على الشخص الجذاب ما بيقولهاش على الاكل على الاكل نفسه يعني لو حد من ولادكم قال لكم سناك ما تفتكروش ان هم عايزين برتقان واستفان ده قصدهم على شخص جذاب حلو جذاب حلو قوي عارف حلو وكذاب حلو جذاب ليه صدقت زيك كده بالظبط كده اهو سناك اهو في برضه كلمه ريسايكلينج ريسايكل لينج عارف يعني ايه انا عارف ريسايكل اعاده تدوير الاشياء مظبوط لكن الجيل الجديد بيستخدمها لما بيكون بيقصد بيها الرجوع الماضي للاكس بتاعه للاكس عوده بعد الايه زعل الحب القديم
بيقول عليه ريسايكلينج. ريسايكل يعني زمان كنا نقول ده الاكس. الاكس لا ما عادوش بيقولوا الاكس. ريسايكلينج. ريسايكل عوده الى ايه؟ كلام كتير يا جماعه، يعني بيتكلموا بطلاسم، بيتكلموا بحاجات عايزين فك شفره. عارف اما يجي لك جواب مكتوب بالشفره مش ممكن، بس يعني مضطرين نفهمهم. هل هم البنات والولاد عندنا في مصر هم اللي عملوا دي من نفسهم ولا جابينها منين؟ اصلها ايه؟ متاثرين اكيد بالعولمه، باليوتيوب والسرعه والانترنت وبالحاجات. على فكره العولمه خلت بيختصر كل حاجه. الشباب في سن 15 هتلاقيه في مصر، تلاقيه زي هنا، زي اوروبا، أوروبا. زي امريكا، زي دبي، زي لبنان، زي السعوديه، كلهم شبه بعض. قريه العالم بقى قريه صغيره، عولمه، كلهم زي بعض وكلهم بيفهموا بعض. انا بحسب الشباب بتوعنا هم اللي عملوا كده. احنا لازم نفهمهم عشان نعرف نتعامل معاهم يا جماعه. دلوقتي خلونا نشوف التقرير اللي معانا ونشوف الناس في الشارع قالت ايه لما سالناها يعرفوا ايه عن جين زي اللي هم جيل 97 واحنا طالعين. خلينا نشوف قالوا ايه ونرجع.